ضبطت السلطات الألمانية أطنانا من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ الشمالية في عملية مصادرة وصفت بالأكبر في تاريخ البلاد. وبحسب مصادر صحفية فقد تم وضع اليد على 4 أطنان ونصف طن من مخدر الكوكايين تتجاوز قيمتها 1 مليار يورو. وقال مكتب الجمارك في هامبورغ إن عملية المصادرة جاءت بعد فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين كانت قادمة من الأوروغواي ومتجهة إلى بلجيكا.